مظبوط. السنه دي كنا بنامل ان احنا نوصل الفاينل، وده كان حق مشروع بالنسبه لنا، حق مشروع طبعا. لكن انت تجردت من الاهداف بتاعتك مرغما، خد بالك غصب عنك برضه عشان الكلام يبقى واضح للناس يعني. صح. انت النهارده طبعا طبعا بعدم وجود يعني انت النهارده لو انا اسف لو قوة الضاربة. لما ميسي كان بيمشي بيغيب من برشلونه كان بيأثر عليه، ده وضع طبيعي تمام. النهارده كريستيانو لما بيغيب من مانشستر وده بيأثر، صلاح لما وماني لما بيغيبوا من صحيح. الموضوع صعب جدا. تخيل انت لعيبة. مثلا كنادي اهلي بيغيب منك سبع لعيبه كبار، لا ده سبع لعيبه غير المصابين. اه طبعا يعني لا ده غير بدر بانون غير الشناوي غير اكرم. انا بشوف الدكه كابتن. ايوه ما انا بقول لك طبعا. يبقى وضع طبيعي ان انت هتتجرد من الاهداف بتاعتك غصب عنك. عشان كده التصريح بتاع كابتن محمود الخطيب في محله جدا جدا جدا، ان انت مزبوط. رايح عشان خاطر مصر. صح. يعني طبيعي جدا مزبوط. تعتذر طبيعي جدا. انا صحيح. النهارده وعدت من قبل الاتحاد ان انت هتلعب فول تيم بكامل نجومك. النهارده انت رايح بتلعب ما عندكش مزبوط. يعني غير مكتمل العناصر 9 7 2 9 غير يعني انا اقدر صح. انا اقدر اقول لك حاجه مهمه قوي. يعني انت بلال تأيدهم؟ انا أيدهم. انا 5 كابتن عادل انا اقول لك ليه ما أيدهمش. اه اول حاجه انت لازم تعرف ان الضغط اتشال من عليك. 5 من 23 يعني هيبقوا 18. خلينا ناخدك بقى للنقطه الايجابيه في الامر. بس خلي بالك لا ساعتها ممكن تأيدهم، عارف ليه؟ بس ممكن يلعبوا الماتش اللي بعده. ممكن يلعب. انا برضو انا كنت على فكره انا كنت زيك ما ايدهمش، بس انا ليا مبرر عدم وجودهم. اتفضل. هيرجعوا شكلهم ايه؟ انا ممكن ايد الاماكن اللي ما تتعوضش خالص عندي، مش لازم ايدهم كلهم على فكره، لازم ايد منهم، ممكن ايد منهم 2 يعني مثلا شريف والسولاي وحمدي فتحي يعني لا يعني حمدي فتحي لا محمد عبد المنعم لا انا اقول لك حاجه لا انا اقول لك حاجه هنقعد نقول واحد لا انا اقول لك حاجه انا من وجهه نظري منعم يتأيد منعم صغير في السن يقدر يستحمل حمدي فتحي لا لانه عدى باصابه ممكن ترجع له تاني او هيقعد فتره يتعالج يبقى السولية افضل يبقى السولية وشريف وشريف الثلاثه شريف عنده يعني قدر من الراحه شويه صحيح. انه ما لعبش رغم انه مش هيبقى في بس في الـ 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 النقطه اللي قبليها قول عشان عايز اتكلم في حاجه طيب. معينه قبل النقطه اللي قبليها عاوز اقولها لكم مهمه قوي قول سريعا بس النادي الاهلي اتشال من عليه الضغط صح واللعيبه اتشالت من عليها الضغط ومستر موسيماني وخدها ومستر موسيماني اتشال من عليه الضغط وخدها بالايجابيه دي أي. ودي احيانا بتبقى احنا ما بنحبش الغلب حتى لو لعبنا بناشئين عاوزين نكسب صح. صح. لكن اتشال من علينا الضغط خلي بقى اتشال من عليك الضغط تمام صح. انا بقول احنا فضلنا بلدنا وده لا احنا مش فضلنا بلدنا ده يا كابتن لا هي كده طبعا ايوه مفيش حاجه اسمها احنا لا ما هو الاهلي يا كابتن ده طبيعي يعني لا ما هو ما في نقطه يعني بس عشان ما حدش ياخد كلمتك لا لكن ده الطبيعي المقصود طول الوقت انت بتفضل بلدك طبعا على نفسك طبعا وعلى اي حاجه طبعا فهي تتقال كده انك صح. انت بتفضل بلدك فقط لك. بما اننا بنتكلم عن الوطنيه والبلد يا كابتن والمدير الفني بعد ماتشين كوت ديفوار والمغرب مش ملاحظ ان البعض او الغالبيه بتنسب الفضل بس للاعيبه المنتخب حرام. مصر الروح العاليه حرام. الحماس المهارات الفرديه لبعض اللاعبين ومنهم صلاح وتجاهلوا تماما دور المدير الفني مستر كروش. بص يا كابتن انا وجهه نظري في النقطه دي ومعرفش كابتن عادل وكابتن بلال يعني احنا انتقدناه كتير قبل كده جدا ولكن لازم نشدي لما يعمل حاجه كويسه. بص يا كابتن اهم ما يميز فريق كوت ديفوار ايه؟ الاطراف مظبوط ولا انا بقول حاجه غلط؟ الاطراف مين اللي قفل على الاطراف بطريقه معينه تخلي ان النني كان بيميل دايما ورا صلاح لو تفتكروا المباراه دي. طبعا وكانت افضل مباراه للنني وكانت افضل مباراه للنني وخد فيها افضل لاعب والناحيه الثانيه عمرو السوليه وبينهم حمدي فتحي هو كيروش صحيح. هو اللي كيروش اللي اصر ان حمدي فتحي هو اللي يبدا هذه المباراه على الرغم ان هو دايما كان بيبدا عبد الله السعيد في الثلاث مباريات الاخرى وبالتالي ده وجهه نظري بالزبط. ان ده فكر مدرب يا بلال صح. غير اداء منتخبنا ده كمان ماتش المغرب عمله عشان اشرف حكيمي انا بتكلم عشان ده كان واضح جدا في ايمن اشرف صح بالظبط بس يمكن عشان ارتكب الغلطه أيوة. الاولانيه أيوة. وضربه الجزاء فده اثر شويه ولكن انا بتكلم ده الماتش التكتيكي المثالي بالنسبه لكارلوس كيروش انا بالنسبه لي كوت ديفوار اللي هو كوت ديفوار بس انا اقول لك حاجه اتفضل انا بحييه على حاجه مهمه قوي انه ما الفش بس خلاص يبقى عمل شغل لا لحظه طب انا اقول لك
لانه الباك احنا قدامنا دقيقتين لانه ما الفش ده رقم واحد لانه كان كل ماتش يقلف. انا مش في الاستوديو التحليلي عشان ولانه كل ماتش كان بيالف هو ما الفش ولعب السهل. اوكي ومحمد صلاح يبقى مدرب كويس وشكرا. محمد صلاح هو قصده حاجه ثانيه؟ لا لا مش ممكن. محمد صلاح هيبقى مدرب كويس. هو قصده حاجه ثانيه. هو وجهه نظر. هو وجهه نظر انا عارف. لا انت عارف هو قال ليه كده؟ لا لا ما قلتش. انا بحب محمد صلاح. كلنا بنحب محمد صلاح جدا وان شاء الله يبقى مدرب عظيم. بلال رايك؟ رايي طبعا ان هو اجاد في مباراه كوت ديفوار واجاد جدا في مباراه المغرب. التغيير كمان بتاع حجازي وان ينزل مكانه تريزيجيه تغييره جيده من المدير الفني تنم ان هو يعني عايش جوه الجيم غير قبل كده. وخلي بالك يا كابتن هو بره برضه في الماتش نفسه في احداث الماتش نفسه مر بظروف صعبه جدا. طبعا الاصابات وبعدين كمان بنالتي ابو جبل تغيير حارس مرمى والحارس طبعا وكان عنده رؤيه كويسه في حته لما تهاجم لما خد اربع حراس مرمى. طبعا كلنا هاجمناه. طبعا ولكن هو لا انا ما بص هو كنت عايز ياخد خمسه. كابتن عادل كابتن عادل ما هاجموش. كابتن عادل ده بص طلع معايا ومعاك ومع بلال ومع المصورين ومع الناس كلها. كلنا ما بحبش المدرب اللي يستخف بقول الناس. الراجل ماشي كويس يا كابتن عادل. لا كابتن عادل خلينا انا بكلمك على خلينا نعمل الشيفت. بس هو بقى كويس ما شاء الله بقى كويس بقى تمام الحمد لله ربنا يكرمه الحمد لله. خلينا نعمل طالما بص احنا عندنا بنغير راينا في ثلاث ثواني. اصله احنا عاطفيين. لا كابتن كابتن مش بنغير احنا بنحلل كل ماتش بماتش يا كابتن. يعني هو بالظبط كده اجاد في كوت ديفوار قلنا برافو. اجاد في المغرب قلنا برافو. مزبوط. كان وحش وسيء في نيجيريا قلنا انت وحش. ما في ماتش لعبه احنا مش بنقيمه كبطوله العربيه او التصفيات. ما في ماتش لعبه من اول البطوله العربيه او التصفيات الا كان عنده تاليفه ولا اثنين ولا ثلاثه. الماتش من اول كوت ديفوار لما وصلنا الماتشين دول من اللي لعب بعقلانيه ولعب باللعيبه الكويسه اللي هي تقدر تنافس لعيبه افريقيا. صحيح. طيب اخيرا بلال يعني احنا قدامنا دقيقتين ثلاثه بالظبط علشان ننهي اولى حلقات الاهلي في المونديال. الاهلي في المونديال ده طبيعي ده اللي احنا بنسمعه. الكلمه دي بنسمعها وعندنا مونديال يعني فدايما بيكون عندنا مونديال. طيب يا رب دايما يا رب دايما يا رب كل سنه. لكن لو كلمه عايز تقولها لموسيماني ولاعيبه نادي الاهلي من خلال وجودك في شاشه قناه الاهلي بتقول لهم ايه وبتقول للجمهور الاهلي ايه برضه في ظل ان الجمهور الحقيقه ابتدى يبقى واعي ان احنا عندنا مشاكل ولكن عايزين نكسب؟ بص يعني انا طبعا بقول لمستر موسيماني يعني كان الله في العون. المدير الفني لما يروح بطوله كبيره جدا كل الجمهور بتاع يعني كل جمهور النادي الاهلي بيتكلم عليها من بدايه من قبلها بشهر وما زال الى الان بيتكلم عن البطوله يا ترى اللعيبه هتنضم مش هتنضم. اذا المدير الفني كمان لازم اكيد عايش في حيره كبيره جدا وعايش في قلق لان هو كمان عارف انه رايح بيحمل اسم النادي الاهلي. تمام بيحمل اسم النادي الاهلي ده معناه ان انت مش رايح هناك عشان تتغلب 5 و6 و7 وترجع القاهره تاني ما حدش هيسمي عليك باي حال من الاحوال. طبعًا. الماتشات الوديه لها قيمه عند جمهور النادي الاهلي. عشان كده بقول مستر موسيماني كان الله فرعون لابد ان هو يجهز الفرقه معنويا بشكل كبير جدا 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 عشان تبقى لعيبه عندها روح قتاليه عاليه جدا ومعروفه على لعيبه النادي الاهلي ان هي عندها روح قتاليه عاليه جدا. بتمنى له ان التوفيق في اختياراته التوفيق للطريقه المناسبه يقرا فرقه مونتيري بشكل كويس جدا. هو طبعا هو بيدرب النادي الاهلي لابد ان احنا نخرج شكلنا جيد في المباراه ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان لعيبه النادي الاهلي ناقصه. عارف ان عنده كم كبير من اللعيبه ناقصه. اكيد مش هيحط ضغط على لعيبه النادي الاهلي ولا حتى على مدرب النادي الاهلي. يعني يتقبل النتائج بشكل كبير. اتفضل يا كابتن ايمن. خلينا نتكلم عن الجمهور. اقول للجمهور حاجه مهمه قوي. اتفضل. يعني الكابتن بلال اتكلم على مستر موسيماني وعلى اللاعبين وعلى الكوره لكن انا بقول لجمهور النادي الاهلي لازم تبقى فخور بفرقتك. احنا كل سنه الحمد لله يعني السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها كنا في المونديال في الثالث لكن احنا وصلنا وبنلعب باسم مصر برضو والنادي الاهلي طول عمره بيشرف وهيشرفك ان شاء الله. لازم تبقى في ظهره مع اي نتيجه. طول عمرنا كابتن جماهير النادي الاهلي العظيمه في ظهرنا. لا ولازم بتراعي الظروف واحنا يجب علينا ان احنا نقول لهم ان الظروف صعبه طبعا. لان جمهور النادي الاهلي حتى لو لعبت لا لان دي الحقيقه كابتن لا لانك صحيح. لو لعبت بلعيبه صغيره طيب. جمهور النادي الاهلي بيزعل منك انه بيخسر. فانا بقول له ان المهمه صعبه جدا صحيح. فخلي بالك من فرقتك. هنساندهم بكل في كل وقت وحتى بعد البطوله هنساندهم.
لو جابوا لك الكاس هتساندهم، ولو حصل اي موقف، لان الموقف صعب. لازم نتكلم، احنا بنتكلم على لعيبه يعني بفرق قويه جدا، والنادي الاهلي رايح ناقص 7 لعيبه، وغير انه ناقص 7 لعيبه كان فيه كمان، هو مش 7 يا كابتن، هو ممكن يكون اكتر. معلش ممكن نعدهم 7 منتخب، معلش ممكن نعدهم. شناوي لا اعدهم كلهم، شناوي، اكرم، بدر بنون، ايمن اشرف، عمرو السولية، شريف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، محمد شريف، تمانية، فاضل واحد تيالي. لا هم يعني هم تمانية غير المصابين، قصدي غير المصابين يعني، دول تمانية بالمصابين، المصابين بالمنتخب. لا انت كان عندك صلاح ديانج، غير صلاح محسن، عندك ديانج بره، وكان عندك بيرسيتاو بس موجود، ما اعرفش. فهو ده اللي احنا بنتكلم، الموضوع صعب جدا. يعني انا مش بحبط الناس ولا اي حاجه، لا، النادي الاهلي يكون انه بيشارك، احنا بنشارك علشان اسم مصر، صحيح، وان احنا لازم نشارك، واحنا مسؤولين دائما ان احنا نرفع اسم مصر على العالم. طبعا يعني. طب ايه رايك كابتن اسلام، نشكر وخلاص ولا ايه؟ زي ما انت عايز، انت صاحب القرار مش انا. يا كابتن عادل عندك اقوال اخرى؟ خلاص لا خلاص لا خلاص يعني فيعني طب انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن بلال، نورتونا وشرفتونا كالعاده الحقيقه.